أبو سيف هو التوقيع الذي كان يستعمله الرسام إبراهيم المهادي في أغلب رسوماته على صفحات جريدة العلم منذ بداية الستينات حتى سنة 1975. رسوم الفنان إبراهيم المهادي عبرت الحدود المغربية إلى بعض الجرائد العالمية بالنمسا، ونال عنها جوائز عالمية سنة 1966 عند معالجته موضوع حرب الفيتنام. ولد المهادي الشهير بأبو سيف بدرب السلطان بالبيضاء سنة 1941، والتحق بسلك التعليم سنة 1958 حيث اشتغل معلما بالمدارس الابتدائية بكل من الدار البيضاء والمحمدية وإقليم سطات، وتقاعد سنة 1985 برتبة مدير مؤسسة. اولا الظروف اللي كانت في بدايه الستينيات كانت جريده واحده اللي تدير الكاريكاتور من 58 58 هي اخبار الدنيا، وكان الكاريكاتور شبه مجهول ذاك الوقت، وكان احنا تعودنا من ايامات الاستعمار ان الجرائد ديال فرنسا اللي كانت لوبتي ماروكان ماروك سوار لا فيجي هذه كانوا تياخذوا الرسوم ويديروها في هذه الجرائد المغربيه الفرنسيه، ولكن تياخذوا الرسوم من فرنسا مباشره. بدايه الستينات بدات اخبار الدنيا وبدا هذا. يعد إبراهيم المهادي أحد الرسامين المغاربة الأوائل الذين وضعوا اللبنة الأولى لتأسيس فن الكاريكاتور بالمغرب، وشارك في إصدار عدة جرائد ساخرة خلال الثمانينات، كما نظم وشارك في عدد من المعارض داخل المغرب وخارجه. نشر المهادي أول رسوماته بجريدة أخبار الدنيا سنة 1963 ليلتحق بجريدة العالم في نفس السنة. وفي 63 ولا في الضبط الأستاذ محمد بوستار كان استدعاني حيث صيفت واحد الرسم للعالم، استدعاني للعالم وطلب مني باش نتعاون معهم، ومشيت فعلا للعالم وبديت معهم بالطريقة. ولكن زي هاد شي كل شي راه الإنسان تيقولوا، لأن قبل كل شيء أنا رجل تعليم. نعم. والكاريكاتور أو الرسم عموما هو كان بمثابة هواية. وبعد ذلك بدأت تظهر رسوماته في يومية المحرر سنة 1975، وفي سنة 1980 تم اعتقاله في منتصف الليل بسبب رسم كاريكاتوري آنذاك. وكان المهادي يشتغل آنذاك بيومية المحرر، وقد تم منعه من الرسم طيلة 18 سنة. هما استدعوني بواسطة رسالة، واللي استدعاني هو الأستاذ وسط الله يرحمه. وأنا بهذه المناسبة راه تنقول أن رسامي الكاريكاتور في الوفاة ديالو صيفته واحد التعزية، لا كسياسي ولا كرجل قانون، ولكن كإنسان شجع الكاريكاتور في الستينات، لأنه هو اللي استدعاني باش نبدأ مع العالم. عاد بعدها للنشر في أسبوعية الصحيفة وجرائد وطنية أخرى. جمع إبراهيم المهادي خلاصة تجربته في الكاريكاتير في كتاب سماه سنوات الرصاص والحبر والفحم والطباشير. رسم صحفي ما فيش أو فيه الوجوه، ولكن أحيانا ما كانش الوجوه، كاين غير رمزيات وتنعطي، تتسمى رسم هزلي سياسي أو هزلي اجتماعي أو هزلي رياضي. وأنا الظاهرة اللي كانت عندي وتنحمد عليها الله في ذاك الوقت، من ذاك الوقت تل الثمانينات، أنني كنت أتخذ هذا الرسم طريقة النقد في جميع الميادين، بحيث السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، السياسة الفنية. نعم. الرياضية، بحيث جميع المسائل تطرقت لها، وهادشي كلشي راه مختصر في الكتاب كله كتاريخ.
يضم أجمل ما رسمه خلال نصف قرن من الإبداع في مجال الكاريكاتور على صفحات الجرائد المغربية، ويشكل شهادة صادقة وتاريخا واضحا لمرحلة مهمة من التاريخ السياسي المغربي. أولا الإخوان اللي كاينين دابا راهما هزوا بالكاريكاتور ماشي غير في المغرب هنا ولكن خارج المغرب، نظرا للجوائز العالمية التي حصلوا عليها. وهذه الجوائز أنا أقولها بصراحة ماشي تحصلوا عليها محررين ديال الجرائد ولا هادو الرسامين هذاك ديالهم، لأن الرسم كما نعلم ماشي هو الكتابة وماشي هو لغة مستقلة. الرسم الترسم يتجاوز يتجاوز الله. يتميز الرسام المهادي بجرأة الفكرة وقوتها، كما يتميز بالبساطة الممتنعة والسلاسة في تنفيذ الخطوط. يقول الرسام الكاريكاتوريست المهادي في مقدمة كتابه عن هذا الفن: الرسام الكاريكاتوري صادق في كل ما يعبر عنه، يتطرق لمشاكل وهموم الناس دون مغالاة أو تهريج، وهو يوصل أفكاره بدقة وسرعة مع وضع ابتسامة على شفتي كل قارئ.